ابو حاتم خويا صافي غرون بليزير والله. اهلا وسهلا. والله كنت وجو نتفرج المسلسل تاعكم، ما عندي بلاص ما اريد في الدار طاكيد بانو ولا. شرف لينا اهل الجزائر حبايبنا والله. كاين انت تعجبني وابو شهاب خويا ثاني. الله يفتح عليك. شو ما قضبتش وين يسكن؟ بيت ابو شهاب في نهاية الشارع يعني من هون وتكمل تمشي على طول. صحا انا رحت عرض صالباب تاع الحارة عريض بزاف، انا كنت حاسبه غير صغير. اسمع ابني، ليش اللف والدوران؟ ما تحكي شو اللي جايبك؟ ابو حاتم خويا نقول لك الصح الصح، جيت نخطب بنتك العريضة. ولك خراس انت تتكلم على بنتي. اودي غير اسمح لي ابو حاتم خويا. احنا ما نقول كذا على الحريم. والله لا نحشم منك، غير اسمح لي ابو حاتم خويا. تفضل. بون كيما قلت لك باغي ندي بنتك ونعرض كاع الحارة من الارض للعرض. بدك تعرس على بنتي؟ افهمنا بس العرس وين؟ العرس نديروه في لانجر. انت باين عليك انسان طيب، وانا ما حردك الف مبروك. هالهضره ابو حاتم، وكما قال لك المعروضه تربح. الف مبروك ابو حاتم. هذه غنيه سجلناها في الطريق. اسمع اسمع تجي مولاي اطلع قتلك. شو اللي نقص الصوخ؟ خير ما غادي يهرسوا لك دي جي على راسك. ضربتي بيه خدام سكنت به في الحرام، كل يوم مصدول ومهروب ضمن في حارة ليهود، وحال من هادي شبيح سكنة بحارة الليبيح باب الحرام. حريرة بسفارام صايد يجي مولاي. ها حبس علينا مالك، راك حاسب روحك في مارسي؟